ليكي معلمة كمان. ولو مو مشكلة، ضرب الحبيب زبيب، مو هيك بيقولوا؟ شكلهم تصالحوا ما هيك؟ اي يمكن. شو هاي؟ اهلين اسيل، انبسطت انك هون. شكرا مراد، اصلا انا اللي فرحت كتير بشوفتك. باعتبارك ممرضة، انا عضتني قطة من شوي، شو لازم اعمل؟ وين كانت؟ كانت بالجنانة. على كل مو هذا موضوعنا. شو لازم اعمل؟ في شي لقاح معين ممكن اخده؟ يعني بدنا نعرف عن القطة بالأول، يعني نادرة ولا الشوارعية؟ أخذت لقاحاتها كاملة إلى صاحب؟ إيه طبعاً أكيد إلى صاحب. أنوار، كريمة خانم وينها؟ شو يا جماعة؟ شو قصة هالشجرة اللي واقفة هون؟ هلأ سألت أنوار، قال جدو حكمة الولهان جابها. جدو حكمة؟ إيه. هو كان مخطط يعمل مفاجأة لستي بس للأسف ما زبطت. ايه طبعا صناعة الثلج من اختصاصي أنوار، المهم رح شوف شو وضع. دقيقة بس، ما أنا معصب من حكمة بيك ما؟ ليك أخي هي موصولة بالكهرباء فدير بالك. أنوار تعال شوي. جدي حبيب قلبي، شو رايك؟ دخيل قلبه جدو حكمة، ما في منه، يا ريت لو ضلوا شافها كيف مضواية، يعني حتى لو الدنيا ما تعبت تلج، المهم نيته انه يفرح قلب كريمة خانم. أنوار؟ ايه مراد. لما اقول لك كبس الزر بتكبسه بسرعة، ايه؟ اوكي. بسه لشو؟ كبست. اه! مراد؟ شو صار لك أخي؟ لازم أعمل له الإسعافات الأولية. شوي أسيل، استني مو مراد. استني شوي مراد. شو صار لك؟ فتح عيونك مراد، اطلع فيني مراد، مشان الله فتح عيونك. في أنوار الحاني، شوف شو صار له، عمل شي، لا ضل واقف عندك هيك. انا مراد ما بعرف شو صار. فتح عيونك فتني، انا بدونك ما فيني اعيش، مشان الله لا تتركني، ما بتحمل تبعد عني ولا دقيقة. قولي والله. شو غليظ، وجعتني. لك عن جد حريص دمك تقيل، كنت عم تضحك علي. اتركني بلا حركة، قوم عني. مو ما بتحبيني؟ ما بحبك بنوب. بس ما كان مبين عليكي هيك بنوب. قلت لك قوم عني، شو ما بتسمع؟ مراد. سامحيني مو بإيدي.